أنا اسمي شريف يوسف أحمد منصور، مواليد عام 48، من بلدة الزرنوقة قضاء الرملة. طبعا هاجرنا في 48، وكان المستقر لعائلتي في بلدة الكرامة اللي هي مشهورة بمعركة الكرامة. انتميت للفدائيين بطريقة عجيبة غريبة يعني. طبعا كأي شاب متحمس كان العمل الفدائي سري عندنا بالكرامة، وكانت مركز القيادة بالكرامة. فبالصدفة في أحد الليالي بشوف فدائيين ماشيين حاملين سلاح بالليل، فأنا لحقتهم تبعتهم، ضليت تابعهم تابعهم لما خشوا على مركز معين في القواعد اللي في الكرامة، المراكز السرية طبعا. رحت وخشيت عليهم، شو في شو بدك؟ قلت لهم بدي اصير فدائي، يصير فدائي ما يصير فدائي، المهم قبلوني. لانه طلع منهم حدا بيعرف انه انا يعني من سكان الكرامة وبيعرفني يعني شخصيا. فمن يوم صرت فدائي رحت اخذونا على دورة التدريب، دربنا وعشت يعني مع الفدائيين في الكرامة لغاية معركة الكرامة وما بعد معركة الكرامة. ضلينا باختصار يعني شديد، طبعا الكرامة كانت هي مركز القيادة، كان فيها كل قيادة منظمة التحرير أو كل قيادة فتح بالأحرى، وأيضا جورج حبش كان نايف حواتمي كان في هذيك الفترة موجودين قيادة الفصائل. وعملت في مركز القيادة فترة من الفترات. الآن صارت معركة الكرامة، خرجنا من الكرامة انتقلنا لمناطق الجبال في الصلت. في إحدى القواعد في الصلت كان آمر القطاع اللي هو الملازم في رأس أبو الرب عندنا، كان ضل يجي على القاعدة عندنا وينزل دوريات يشوف شو في مشاكل هيك. كل ما يجي أنا أقول له بدي أنزل دورية، يقول لي طول بالك استنى شري طول بالك. فكل ما يجي أستلمه قال لي في الأخير قال لي تعال هاي في دورية جاهزة تعال انزل معه. نزلنا دورية من منطقة أريحة، منطقة العوجة. طبعا في منطقة العوجة اصطدمنا، اتفاجأنا بوجود كلاب على الشارع العام. فمجرد ما حدا بده يقطع في الليل الشارع الرئيسي هذا المزفت لمنطقة تانية، الكلاب بتصير تنبه عليه. طبعا في نفس الوقت في دورية عسكرية إسرائيلية بتروح ضمن مسافة معينة، بتروح وبترجع ومعها كشاف على رأس نصف مجنزرة. مجرد ما نبحت الكلاب الكشاف التفت علينا. احنا طبعا ما رأسنا رجعنا وما انكشفنا للإسرائيليين، لكن الإسرائيليين حسوا انه في اشي وعملوا حالة استنفار. احنا ما كان في امامنا مجال الا ان نكمن في بلدة العوجة، فاخترنا بيت من البيوت الفارغة ما فيش فيها سكان وبيت واسع، وزعنا حالنا على 3 غرف كنا 7 افراد. تاني يوم ظلوا الإسرائيليين تجمعوا واستنفروا وبدأوا تمشيط في المنطقة لما حاصرونا في هذا البيت. طبعا احنا كنا مستعدين يعني الاستسلام مش وارد، مستعدين للاشتباك مع الإسرائيليين. مجرد ما فاتوا علينا الإسرائيليين من الباب الرئيسي كنا مجهزين حالنا انه احنا نفتح النار. ففاتوا 5 جنود من الباب الرئيسي، يبدو انهم يعني تعبانين من التفتيش اللي كان من الصبح لحتى بعد الظهر حتى، وماشيين بشكل روتيني يعني مش يعني حامل سلاح صحيح الواحد هذا، لكن بشكل عادي يعني كانه مش متوقعين يعني انهم يشوفونا في هالمكان. فاحنا فاجئناهم طبعا، فتحنا رشاشات كلنا عليهم. طبعا هم تجمعوا على مكان الاشتباك وبلشوا
بكل أنواع الأسلحة علينا، الرشاشات الثقيلة وبالقنابل وبالأربجة حتى يضربون البناية. طبعا بناية لبن يعني، مش بناية حجر أو قوية. في النهاية زدت علينا قنابل متفجرة وقنابل دخانية وزدت علينا كل شيء يعني. أنا أحد الأفراد اللي أنا طبعا في أثناء هذا الاشتباك ما حدا بيعرف إشي عن التاني منه، فكنت أنا في إحدى الغرف وفي معاي اثنين في الغرفة، فمع الدخان وكل هذا الحكي فتحت رشاشي وطلعت من الغرفة اللي بطلت أشوف فيها إشي. طبعا أنا طلعت من الغرفة حسيت إني دعست على حدا من الإخوان اللي يبدو كانوا مستشهدين يعني الغرفة معي. وخرجت مجرد ما خرجت، طبعا خرجت من الباب الرئيسي، كانوا على الباب واحد من هون واحد من هون إسرائيليين، حط رشاشات فيه وما حد منهم خطف الرشاش تاعي، ومسكوني حطوا لي تحت عجل المجنزرة، المجنزرة شغالة واقفة، حطوني نيموني تحت عجلها على وجهي طبعا كفي مع المربط وإيدي لورا. باختصار استمروا على هذا الحال حوالي ساعتين. الإسرائيليين من عادتهم لا يدخلوا منطقة بحيث إنه فيها حدا إلا لما يتأكدوا إنه كلهم راحوا أو كلهم استسلموا. طبعا هم أول سؤال لهم كم واحد أنتوا، طبعا ما كنا نجاوب كم واحد، احنا على اعتبار انه او على اعتقاد انه حدا ممكن ينفذ منا، لكن للاسف يبدو لي انه ما حدا نفذ يعني. عرفت انا انه ما حدا نفذ فيما بعد. استشهدوا خمسه وتفاجات في احد الاخوان كمان ماسور زي. طبعا حطونا في وضع سيء بعد تجمع الجنود الإسرائيليين كلهم، الكل اللي يخبط شلوط اللي يسب شتيمة سيئة وسخة اللي يعني من هالتصرفات، أخذونا على سجن عقبة جبر بتنا الليلة هناك، نقلونا لسجن صرفند للتحقيق، يمكن قعدنا فيه حوالي 14 يوم كالعادة. طبعا بظروف قاسية جدا، غرفة مغلقة معتمة ما بشوفش حدا فيها، ولا بتسمع احيانا صوت الصياح من ناس تانيين يحقق معهم او يعذبوا. الاكل بدو لك اياه تحت الباب، يعني وضع كتير قاسي وسيء. بعد هيك نقلونا لسجن رام الله. سجن رام الله انتظرنا فترة حوالي 3 شهور تقريبا هناك، فعلى أثر عملية هرب كانت محاولة للهرب من سجن رام الله استعجلوا بالمحكمة تاعتنا وأخذونا على المحكمة ونقلونا مباشرة لسجن بيت ليد اللي هو كفار يونا معروف، ومن ثم لسجن عسقلان. في سجن عسقلان يعني كانوا بانينه على اساس تجميع كل الاحكام العاليه في هذا السجن، وكان الهدف من هذا السجن هو تاديب كل الفدائيين اللي موجودين عند الاسرائيليين في الاعتقال. عملوا لنا استقبال كثير يعني حلو، صفين طويلان من الجنود حاملين العصي الهروات بشلح الواحد بالزلط كما ولدته أمه، وبمر كل أسير لازم يمر عبر هذول الصفين، طبعا الكل بآجر فيه بالضرب. الهدف كان طبعا يعني كسر شوكة المساجين وإذلال وإخضاع وإهانة وكسر نفسيات. كل تجاوزنا هذه المرحلة ومرينا فيها، وفرضوا علينا نحكي كلمة سيدي مع كل كلمة نحكيها مع أي جندي أو مع أي شرطي. هذا الوضع كل ما طولش تمردنا على هذا الحكي. طبعا احنا فتنا السجن من جميع الفصائل
فتح وجبهة شعبية وديمقراطية وقوات تحرير ويعني جميع الفصائل كانت موجودة في السجون. لكن لحتى هذيك الفترة كانت الوضع يعني مش منظم مش مرتب، كل واحد على راسه، لحتى الآن ما فيش عندنا تنظيم يعني داخل السجن. فكان الفضل الكبير لواحد اسمه عبد العزيز علي شاهين اللي هو معروف بأبو علي شاهين، وأنا شخصيا بفتخر وبعتز إنه هذا الزلمة كان قائدي ومعلمي وأستاذي في السجن، بل أستاذ كل المساجين بحكم إنه هو يعني مسؤول من برا وبحكم إنه قائد فعلا، بلش ينظم في الناس، ينظم وضعهم ويسيطر على الوضع في داخل السجن حتى يكونوا يعني كتلة واحدة في وجه السجان. وبالفعل استطاع إنه ينجح، بلش يعملنا يرتب التنظيم تاع فتح ويعملهم جلسات ويعملهم محاضرات ويعملهم تدريس حتى محو أمية. وكنت تتفاجأ إنه كنا ما كناش لا عندنا لا دفتر ولا قلم ولا ممنوع طبعا كله، كنا نعمل محو الأمية على البلاط، نجيب حصمة نسرقها سرقة من النزهة في الساحة وعلى البلاط نعلم الناس محو الأمية والحصمة هاي. الأخ أبو علي شاهين للحقيقة والأمان والتاريخ كان له دور تاريخي مميز في خلق حالة نضالية صلبة في داخل السجون، وفي السجون خرجت كثير من المناضلين اللي هم احنا بنسميهم قادة الانتفاضة الأولى والثانية. اللي قاد الانتفاضة الأولى والثانية هم خريجين السجون بالحقيقة يعني، شايف. فاستمرنا في هذا الوضع في مرحلة من المراحل. لما تنظم الوضع وترتبت الأمور في داخل السجن وصار في التنسيق ما بين مسؤولين الفصائل الفلسطينية داخل السجن، رتبوا عشان يصير إضراب، إضراب شامل يعني عن الطعام. فتفاجأ الإسرائيليين في صباح 5/7 سنة 70 بأنه إحنا بنعلن عن الإضراب عن الطعام. طبعا مطالبنا معروفة يعني، كانت عاملونا بشكل قاسي جدا، رافضين المعاناة هاي، السماح بنزهة أكثر، كانوا يعطونا نص ساعة نزهة في الساحة فقط، يعطونا ماكينة إحلاقة، يعطونا أكل وشرب زي الناس، يعطونا يسمحونا، ما كانوش يسمحونا في داخل الغرفة نتحرك. في داخل الغرفة اللي احنا فيها مش مسموع الواحد يوقف ويمشي فيها، نضلوا قاعد يعني. فكان هذا أول تمرد للمساجين على إدارة السجون الإسرائيلية، فاعتبروه تمرد كبير، وبالتالي جمعوا عدد من المسؤولين وعزلوهم في الإكسات والزنازين وهالحالة هاي. استشهد في هذا الإضراب ناس من داخل المساجين لأنه استخدموا معنا عملية البربيش لإطعامنا بالقوة. كان يحط البربيش من الأنف ينزل للمعدة ويعذبنا فيه، كمان يسحب ويطلع بقوة هيك قبل ما يعطينا الحليب، شايف. طبعا هو بده أنا أخطر بإرادتي طبعا نرفض إحنا، فحط البربيش ويحط محقان عليه ويدير فيه الحليب بطريقة تعذيب يعني. فمن خلال هذه العملية استشهد عبد القادر أبو الفحم والراسم حلاوة، هذول الشهيدين المعروفين في يعني استشهدوا في أول إضراب. فيما بعد استمر الوضع، فكنا الإضراب بعد تدخلات يعني، يعني حاولوا أنهم يعني يفكوا الإضراب بكل طريقة لأنه انتشرت سمعة الإضراب برا، وصار في مظاهرات وتضامن معنا في خارج في داخل الوطن. ففكوا الإضراب لكن لم يلبوا مطالبنا الحقيقية. استمر زي ما قلت لك السجن كان عبارة عن أكاديمية ثورية، بحيث أنه أصبحنا منظمين منضبطين، ما في أي حدا بيقدر يخرج
عن النظام، ومن يخرج عن النظام يعاقب. لدرجة أنه إحنا وصلنا مرحلة أنه نعمل تحقيق أمني، يعني في بعض في عنا سلبيات، في بعض النفسيات الضعيفة كان العدو يخضعها للتعامل معها أو إعطاء معلومات أو شغلات من النوع. فكنا بين فترة أخرى نكشف حالات وبالتالي نحقق معها وننزل فيها العقاب اللازم. لحد هذيك الفترة ما كانش في عنا إعدامات لحد سجن عسقلان، يعني لحد سنة 70-71. فيما بعد انتقلت أنا من سجن عسقلان لسجن كفار يونان ثم سجن بئر السبع. في بئر السبع للأسف كان الوضع سيء، مش على غرار سجن عسقلان أو كفار يونان، كان في نوع من التسيب، التنظيمات غير متماسكة، التنظيم غير متماسك. كان في عدد كبير يعمل بالشبك، شبك الدبابات الإسرائيلية، وكان قائد السجن يفتخر عبر الصحف إنه رماة القنابل الفلسطينيين يصنعون شبك الدبابات. فأنزلنا ومنا كمان كان على رأسنا أبو علي شاهين، وكان شغلنا الشاغل إنه ننهي التسيب الموجود بالسجن وننهي الشغل عند اليهود وخاصة شبك الدبابات. وفعلا استطعنا، وضعوا خطة أبو علي والإخوان المسؤولين، وضعوا خطة لإنهاء هذه المشكلة وانهيناها خلال يعني أقل من شهر. أقل من شهر كانت منتهي شبك الدبابات، مما يعني أثار غضب إدارة السجن، وبلش في العادي طبعا لما بيغضبوا زي هيك بيحملوا أكثر من واحد وبصيروا يجتوا فيهم على السجن هذا وعلى السجن هذا توزيع. عشنا هذه المرحلة القاسية جدا، وبصراحة بقول لولا عملية التنظيم والتأطير اللي كانت داخل السجون والمحاضرات المستمرة والجلسات التثقيفية والتعليم، لولا هذا الحكي كله كان الله بيعلم شو كان كل واحد فينا، كان كل واحد فينا بده يكون على راسه وما عندوش إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين ولا تجاه القضية ولا تجاه الثورة ولا تجاه الوطن. لكن الحمد لله بفضل الله وبعض الإخوان ورأسهم الأخ أبو علي شاهين كان الوضع كتير ممتاز، لدرجة أن السجون خرجت قادة معروفين لا زال حتى الساعة، منهم سفراء ومنهم أعضاء لجنة مركزية ومنهم أعضاء مكاتب سياسية في الفصائل، وهذا بشهد له الجميع.